الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة مش مجرد استثمار في الأطفال، ده بيعتبر استثمار في مستقبل المجتمع ككل والطريق لتحقيق التنمية المستدامة. عشان كده أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة من العاصمة الإدارية الجديدة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وخطتها التنفيذية 2024-2029، ده طبعا بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. خلينا نتعرف أكتر على هذه الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وأهميتها من دكتور نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة. صباح الخير على حضرتك دكتور، وخلينا في البداية قبل ما نتكلم عن الاستراتيجية لو حضرتك توضح لنا وتوضحي للسادة المشاهدين مرحلة الطفولة المبكرة عشان تكون واضحة. صباح الخير. أهلا بحضرتك، صباح النور. أهلا بيكم ومتشكرة جدا جدا لحضراتكم. وفي البداية هقول حضراتكم شركاء معانا، لأن عن طريق حضراتكم نقدر نوصل كل الرسائل اللي احنا عايزين نقولها لرفع وعي المجتمع بحقوق الطفل. مرحلة الطفولة المبكرة اللي هي من سن يوم لغاية 6 سنوات، يمكن من قبل يوم كمان، من أول ما الطفل بيبقى جنين في بطن أمه. بنسمع كتير على الألف يوم الذهبية، مبادرات مختلف الوزارات، وزارة الصحة والستين، وزارة التضامن الاجتماعي. الطفل من أول ما بيبقى جنين بتبقى في مهمة إن إحنا إزاي الطفل ده يكتمل نموه بطريقة صحيحة لغاية ما نوصل بيه لعمر 6 سنوات. الاستراتيجية كان أجمل حاجة فيها إنه، ويمكن أنتوا كتبتوا كده قبل الأغنية بتاعة الفنان الجميل الكينج، كتبته الحاضر والمستقبل. الحاضر اللي هو الاستراتيجية، اللي هو تشارك كل الجهات المعنية المقدمة للخدمة للطفل ومن وزارات مختلفة. وأنا الحقيقة يعني هنتهي هذه الفرصة عشان أشكر القيادة السياسية، إن كل البرامج اللي إحنا بنشوفها، تكافل وكرامة، برنامج الأسرة المصرية، الألف يوم، 100 مليون صحة، الطفل هو المستهدف الأول. طبعا اطفالنا هم المستهدف الاول. يمكن حضور معالي الوزراء ومعالي وزيره التخطيط هي اللي اطلقت لنا الاستراتيجيه امبارح، وتمت الفعاليه دي تحت رعايه دوله رئيس الوزراء، بتؤكد ان كل الوزارات ملتزمه، لان كل الوزارات كانت شريكه في اعداد الاستراتيجيه والخطه الوطنيه. كل واحد عليه دور، الألف يوم والرعايه الاوليه، وزاره الصحه، بعد كده وزاره التضامن بتستقبلهم في الحضانات بتاعتهم من سن يوم لغايه 4 سنوات. وبرضه بقى هني وزير التضامن بتاع الاجتماعي ان هي اطلقت المعايير الجوده بتاعه الحضانات، ايه هي الحضانه لازم تبقى فيها ايه، وهي ان شاء الله دلوقتي شغالين على منهج للطفوله المبكره او للحضانات الاطفال في العمر ده. وزير التربيه والتعليم لان من سن 4 ل6 سنوات بتبقى في مدارس التربيه والتعليم، حضرتك عارف انه الاطفال لغايه 18 سنه حوالي 26 مليون طفل دلوقتي، فهم جديرين ان احنا نوليهم اهتمامهم ونحضر لهم ونجهز لهم البيئه. عظيم جدا. ينمو فيهم بطريقه صحيحه. طيب. وزي ما حضرتك قلت ده المستقبل. طيب. عظيم جدا. طبعا بكل تاكيد يا دكتور نيفين، لو حضرتك توضح لنا اكثر ملامح هذه الاستراتيجيه. الاستراتيجيه احنا بنقول ايه اللي المفروض يتعمل، مقدمي الخدمه للاطفال ازاي نبني قدراتهم علشان يقدروا يتعاملوا مع الاطفال ونهيئ لهم البيئه المناسبه لنموهم، احنا ازاي هنعمل تدريب لكل الاخصائيين الاجتماعيين، المدرسين، الدكاتره، وزاره الشباب والرياضه. برضو انا ما قلتش ان وزاره الشباب والرياضه هي بتديهم المراكز، احنا مش بنتكلم على الاطفال في القاهره الكبرى، احنا بنتكلم على اطفال مصر في جميع المحافظات، مراكز الشباب اللي موجوده تبع وزاره الشباب، ده برضو بيئه او ده مكان الاطفال او منصه الاطفال بيبقوا موجودين فيها. فاحنا حطينا يمكن الاستراتيجيه والخطه، كل الوزراء اللي كانوا موجودين امبارح في اطلاق الاستراتيجيه هم شاركوا بفرق اعمالهم باعدادها علشان نقدر نشوف المفروض نعمل ايه. منظمه اليونيسيف زي ما حضرتك اتفضلت وقلت، قالوا لنا ايه افضل الممارسات اللي بتحصل على مستوى العالم وفي البلاد اللي ليها نفس المواصفات الشريكه لينا علشان نقدر نقدم الخدمه. القياده السياسيه يمكن لما نقول المبادره الوطنيه لتنقيب فتيات دولي الغابات، ان وضعت تحت رعايه السيده انتصار السيسي، دي كانت بتاكد على الجهود الوطنيه المتناغمه علشان يبقى عندنا مجتمع داعم لحقوق الولاد والبنات، ازاي نقدر نخليهم نبني شخصيتهم، ازاي ان احنا نعرفهم حقوقهم، ازاي نخليهم هم السفراء علشان يقولوا التعليم مهم، ما فيش طفل لازم يعمل، الصحه النفسيه للطفل،
ان احنا نقدر ندرب المدرسين والاخصائيين الاجتماعيين ازاي يقدروا يعرفوا اول ما طفل يبقى عنده مشكله. كل الاستراتيجيه بتلخص ادوار كل الجهات المعنيه، اي مكان بيبقى موجود وبيتامن الام والاب. ادينا برنامج برضو جزء من الاستراتيجيه هو حاجه اسمها التربيه الايجابيه، ازاي عن طريق بقى مجالس الاداء في المدارس و ازاي اهالي. طب يا فندم، يمكن المستهدفات هذه الاستراتيجيه هي الحقيقه نبيله جدا ومهمه جدا، ولكن اكيد تتطلب اليه نوع من اليات المتابعه عشان نتاكد ان كل طفل بالفعل بيحصل على هذه الحقوق بشكل عادل ومتساوي. هل هناك اي رؤيه لهذه الاليه، اليه المتابعه؟ يمكن انا هقول لحضرتك انه احنا الاستراتيجيه حضرتك زي ما اتفضلت وقلتوا من سنه 24 ل 29 هيبقى عندنا السنه الاخيره من 29 ل 30 لتقييم كل التدخلات لمتابعه وتقييم المجلس. وبالقانون الجديد اللي بشكر القياده السياسيه عليه اللي هو تم التصديق عليه في نوفمبر 2023، لكن من خلال يعني خلال 24 ل 29 مفيش تقييم؟ لا طبعا في متابعه. ما انا بقول لحضرتك المجلس دلوقتي بالقانون بتاعه الجديد هو مسؤول عن التنسيق بين الجهات المعنيه ومتابعه الاعمال، بحيث ان احنا ناخد اخر سنه ان احنا نقف ونقول عملنا ايه. ما احنا ما تقدر، احنا على طول بنتابع، على طول بنشوف ايه الادوار اللي كل جهه بتقوم بيها، وده الدور الاساسي بتاع المجلس. والحملات التوعويه والدعويه ان احنا بنبتدي ننزل، وفعلا احنا نزلنا نازلين في المدارس، في الحضانات، في المؤسسات، نبتدي ونرفع القدرات بتاعه كل مقدمي الخدمه من المدرسين حتى المدربين في النوادي علشان نصنع بطل. لازم نعرف نبتدي نعمله ايه. التغذيه مع القوي للتغذيه كان معانا امبارح، ايه التغذيه الصحيحه، برنامج التغذيه المدرسيه، ايه الحاجات اللي الطفل لازم ياخدها حسب المرحله العمريه من بارخص الاسعار. يعني بنشوف معهد قانون التغذيه الحقيقه بيساعدنا ان احنا نقول ايه الوجبه اللي الطفل لازم ياخدها من المنتجات اللي موجوده في كل محافظه علشان نقدر حتى صحيا، يعني احنا بنهتم بالطفل نموه الصحي والبدني والنفسي علشان نقدر يبقى هو ده مستقبل بكره. عظيم جدا، كل ده جهد مشكور يشكر عليه طبعا كل الجهات المعنيه التي هي قائمه على تنفيذ هذه الاستراتيجيه. لكن الاهم، ويمكن حضرتك ذكرتيها بس عديتي عليها سريعا كده، فكره الاب والام، لان دول اساس كل حاجه. معروف ان خصائص هذه المرحله، مرحله الطفوله المبكره، ايا كانت لحد سن 6 سنين او في ناس بتقول لحد 8 سنين، لكن هذه المرحله هي مرحله شديده الخطوره. احنا بنضع اللبنه الاولى في بناء المجتمع مش في بناء الطفل بالمناسبه. فعشان كده هذه المرحلة تحديدا ليها خصائص مختلفة شوية دكتور. يعني الطفل بيكون في المرحلة دي عنده تساؤلات كتيرة، وعنده دايما خياله خصب، دايما بيفكر، دايما عنده تخيلات، دايما مش عارف الصح من الغلط، عايز حد يوجهه، واللي هيساعد في ده كله هو الأب والأم. فإيه أبرز البرامج أو المحاور المخصصة لدعم الأب والأم من خلال هذه الاستراتيجية؟ كويس، كلام حضرتك جميل ومظبوط جدا. دلوقتي احنا عندنا مراكز الرعايه الاوليه والمشروطيه بتاعه تكافل وكرامه، الاثنين دول بيكملوا بعض، بحيث ان احنا في مشروطيه انك علشان تاخد دعم بتروح المركز الصحي لازم تعمل متابعه للحمل، ولازم تبقى الطفل ياخد التطعيمات بتاعته. ده مكان بيبقى نقدر نتعامل فيه، الام بتجيلنا فيه او بتروح فيه. فالام هنا بيبقى في مجال ان انت تبتدي تديها الرسائل بتاعه التربيه الايجابيه، ازاي تبقي حازمه مع طفلك، ازاي تبقي تستمعي لطفلك. يعني حاجه مهمه جدا ان انت زي ما حضرتك اتفضلت وقلت انك تسمع الطفل، وان انت تقول له ترد على اسئلته بدل ما ياخد معلوماته من حته ثانيه. المدرسه منصه اخرى موجوده فيها الطفل، والنادي الى اخره، في اي منصه موجود فيها الاهالي بنشتغل عليها على التواصل وارسال الرسائل. الدراما لو حضرتك افتكرنا كده شويه، مرض فرط الحركه، مرض فرط الحركه كان ناس كتير قوي لما الطفل يبقى شقي قاعد في اخر الفصل او في الحضانه، ابتدت الناس يرفع. يعني الدراما بتلعب دور مهم قوي في التواصل مع الاسر. الكفاله لما برضو حصلت تمثيليه على الكفاله، فابتدينا نعرف يعني ايه كفاله. فالتكامل كل الجهات المعنيه والوصول بالرسائل اللي متفق عليها من جميع الجهات المعنيه بتخلينا نقدر نرفع وعي الام والاب. انا جده كنت حقيقي امراه عامله طول عمري، عرفت دلوقتي يعني ايه تربيه ايجابيه، عرفت الغلطات اللي انا غلطتها لما ما سمعتش لاولادي وكنت مشغوله قوي شويه اكتر بشغلي، وعرفت ازاي ان انا لازم انا اللي ارد وما بقاش يبقى في حب وفي حنان وفي حزن على وانت بتتعامل مع اطفالك. وهو ده اللي عن طريق حضراتكم اللي احنا انتوا اكبر منصه بتقدر توصل لكل بيت
لجمهورية مصر العربية اللي نقدر نوصل عن طريقه الرسائل بتاعتنا. طيب دكتور، ده كمان يتطلب يعني وعي زي ما حضرتك قلتي لأولياء الأمور أو للأسر، الأب والأم تحديدا، ويتطلب كمان تأهيلهم عشان نقدر نوصل لفكرة التربية الإيجابية أو التربية السليمة للطفل، أو إن احنا نخرج طفل سوي يقدر يتعامل مع المجتمع. وأعتقد كمان في تحديات تانية الحقيقة ممكن تكون موجودة. فبالنسبة لفكرة تأهيل الأب والأم وفكرة التحديات اللي موجودة أمامكم يا فندم، إيه هي؟ بصي، أنا مش بحب قوي استعمل كلمة تأهيل، لأن الأم والأب بالفطرة هم عايزين يعملوا أحسن حاجة بالفطرة، بيحبوا أولادهم، ولكن فكرة التأهيل للتعامل السليم. بالظبط، بنرفع وعيهم، بنقول لهم ايه اللي المفروض يتعمل. كل التحديات اللي كل الاسر على مستوى العالم بتقابلها، تحديات اقتصاديه ونفسيه واجتماعيه وموروثات زي زواج الاطفال و و و، انت بتحاولي ان انت تشرحي لهم وتقولي لهم. يمكن انا ذكرت مبادره دوي. مبادره دوي دي احنا بننفذها حاليا في بنعمل رفع قدرات للمدرسين والاخصائيين الاجتماعيين جوه المدارس عشان ازاي يتعاملوا مع الطفل. من جواها في محور او برنامج اسمه حوار الاجيال، بندعو الامهات والاباء ان هم يجوا مع الاطفال ويتبادلوا الادوار، يعني الام تعمل هي البنت والبنت تعمل الام، ونشوف الحوار بينهم هيمشي ازاي، ونبتدي ندي الرسائل بتاعتنا. احنا ما نقدرش نجيب الامهات والاباء ندخلهم مدرسه او نقول لهم، هم احنا مقتنعين ومؤمنين ان بفطرتهم بيحبوا اولادهم، بس عن طريق البرامج اللي بننفذها دلوقتي وحاليا احنا شغالين بالتعاون مع وزير التربيه والتعليم في المدارس، ان احنا بنعمل حاجه اسمها تدريب مدربين، بحيث ان يبقى في كل محافظه ناس تقدر تدرب المدربين على البرامج دي، ازاي يدوا فرصه للولد والبنت ان هم يتكلموا، ازاي نتعامل مع الامهات والاباء ونديهم الرسائل ونرد على المعلومات اللي ناقصه علشان يطلعوا طفل سوي، حكايه ولد وبنت، حكايه اهميه التعليم، اطفال ان الولد يشتغل ازاي، والحقيقه التكامل بين كافه الجهات المعنيه، طبعا تمكين اقتصادي للاسر عشان تقدري بهدف ان الطفل يفضل جوه المنظومه التعليميه الى اخره. ده بيوصلنا، وطبعا التحديات موجوده، التحديات انك انت توصلي، تحدي الوقت، ان انت توصلي وعي المجتمع باهميه والاستثمار في الطفل والممارسات والمغلوطه بياخد وقت. بس يمكن وجود امبارح كافه صانعي القرار والوزراء يؤكد ان في تصميم من الدوله المصريه ان شاء الله علشان نبني المستقبل الاخر. طيب هل كتاب ادب الطفل مشاركين في هذه الاستراتيجيه؟ طبعا يا فندم، طبعا. واحنا كان لسه عندنا كان في فعاليه قبل كده برضو على الطفل في الدراما، وشغالين بالتعاون مع المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام في كود عن اعلام الطفل، وفي برنامج شغال في الموضوع ده، وجبنا فعلا اطفال، وفي برامج كتير ان احنا ازاي نشوف الطفل وبنسمع الطفل هو شايف نفسه ازاي في الدراما. والحقيقه الدراما فيه طفره حاصله فيها دلوقتي، انها بتعكس مش عايزه اقول المشاكل، بس بتعكس التحديات الموجوده في المجتمع طبعا. وبتبقى عن طريقها بتدي الرسائل للمصر. كل الشكر لحضرتك يا فندم دكتوره نيفين عثمان، الامين العام للمجلس القومي للطفوله والامومه.